طائرات المقاتلة والمقاتلة القصفة المشاركة في حرب أكتوبر. الطيارة L-29 وهي طيارة تدريب متقدم نفاسة والمصنوعة في تشيكوسلوفاكيا. ابتدت مرحلة الطيران الاختباري بتاعها سنة 59 ودخلت الخدمة سنة 60. تم إنتاج ما يزيد عن 3000 طيارة، وتقارير عالمية أفادت بأن حوالي 2000 تم تسليمهم إلى روسيا لاستخدامها كطائرة تدريب قياسية للقوات الجوية السوفيتية. وكانت موجودة في مصر من سنة 69 كطائرة تدريب نهائي لطلبة الكلية الجوية. والسبب أننا وضعنا الطيارة L-29 في الفيديو المخصص للمقاتلات والمقاتلات القصفة أننا استخدمناها في حرب أكتوبر خلال فترة الثغرة بعد ضغط كبير من طيارين الكلية الجوية للمشاركة في الحرب، وحققت نتائج جيدة رغم أنها ما كانتش مسلحة غير بثمان صواريخ حرة وما فيهاش مدفع. وخسرنا عدة طيارات واستشهد العديد من مدرسين الكلية الجوية خلال الغارات دي. وفي فيديوهات عندنا مع أبطال الكلية الجوية اللي شاركوا بالL-29 في حرب أكتوبر، زي المرحوم البطل أبو بكر حامد والبطل أنور حافظ، وده يوضح قد إيه الطيارين المصريين كانوا عايزين يشاركوا في الحرب حتى لو بطيارات التدريب. ومش صح ما تم إشاعته من مشوهين الحرب إننا دخلنا طيارات التدريب الحرب علشان طياراتنا خلصت في الحرب، والكلام بتاع هبد السوشيال ميديا واللي للأسف في ناس بتصدقهم. الهوكر هانتر طائرة مقاتلة قصفة إنجليزية الصنع، دخلت الخدمة سنة 1956 وكانت متواجدة في مصر من إبريل 1973 ضمن السرب 66 العراقي، واللي تم طلبه من الجانب المصري خلال زيارة الفريق سعد الشاذلي للعراق نظرا للإمكانيات المتقدمة للطيارة مقارنة باللي عند مصر من مقاتلات سوفيتية سواء سوخوي 7 أو ميج 17. فالهوكر هانتر تقدر تشيل لحد 3.5 طن وبمدى قتالي يوصل ل 600 كيلومتر، ودي كانت إضافة قوية جدا للقوات الجوية المصرية وقتها. وفعلا عمل السرب 66 شغل رائع في الهجمات خلال الحرب، وخسر شهداء وأسرى، وكان القوة العربية الوحيدة اللي شاركت فعليا مع مصر في حرب أكتوبر من أول يوم لحد آخر يوم. المقاتلة الميج 15، أيوة هي المقاتلة في فيلم إسماعيل ياسين في الطيران. اسمع اشرحي لنا الطيارة دي. أوي 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 مع الطيارة دي يا سيدي. أيوة طيارة والله والله فيها بتطلع لفوق 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 كتير أوي. وهي مقاتلة اعتراضية سوفيتية كان أول طيران ليها سنة 1947، ودخلت الخدمة في مصر مع صفقة الأسلحة التشيكية سنة 55. وكانت في البداية موجودة في مصر كطائرة مقاتلة لها سجل مشرف في الحرب الكورية سنة 53، وكانت نقلة نوعية أولى للطيارين المصريين من الطيران المروحي والنفاث الإنجليزي إلى العصر السوفيتي في مصر. لكن مع دخول الميج 21 ومن بعدها الميج 19 الخدمة في مصر، تحولت الميج 15 من أول الستينات لطيار التدريب قتالي، بمعنى أن الطالب الطيار أول ما يتخرج من الكلية الجوية وقبل ما يطير بالمقاتلات الميج 19 أو 21 يبدأ يتعلم على الميج 15، ودي بيكون اسمها فرقة تحويل. وفضلت الميج 15 في مصر حتى بداية الثمانينات، ومفيش أي مصدر للمجموعة 73 مؤرخين اتكلم معانا على مشاركة الميج 15 في القتال الفعلي، لكنها كانت طيارة مقاتلة وموجودة في الخدمة وجاهزة للعمليات، علشان كده ضمناها للفيديو. المقاتلة القصفة ميج 17، الميج 17 دخلت مصر مع الصفقة السوفيتية بعد العدوان الثلاثي، وكانت منضمة لمصر كطائرة مقاتلة
بها 3 مدافع رهيبة، مدفعين 23 ملي ومدفع 37 ملي في المقدمة، وتحت كل جناح مكان لقنبلة نص طن، يعني حمولتها كلها طن واحد فقط، وما كانتش مزودة بصواريخ جو جو علشان ما كانش فيها رادار، رغم ان السوفييت باعوا لمصر قبل 67 نسخة فيها رادار مناسب للزمن ده، لكنه بعد 67 تم وضعها في مكانها الصحيح، وهي انها تكون مقاتلة قصفة. يعني ايه مقاتلة قصفة؟ يعني تقوم بدور المقاتلة ومهام القصف الارضي، وعلشان تحط قنابل وصواريخ حر عليها كان لازم تستغنى عن خزانات الوقود الخارجية، وده خلى مداها يبقى محدود جدا. وطبعا تسجيلات المجموعة 73 مؤرخين المنشورة مع أبطال الميج 17، فاحنا في الاستنزاف كنا بنزق الطيارات بالإيد لأول الممر علشان الطيار يدور الطيارة ويطلع تجاه الجبهة، يرمي القنابل والصواريخ فوق الهدف ويرجع تاني على آخر نقطة وقود. متخيلين الموقف؟ طب احنا بنقول مدى الطيارة المكتوب في الكتاب حوالي 2000 كيلو، واحنا كنا بنطير لأهداف على مدى 150 كيلومتر بس من المطار. طب ليه كنا بنزق الطيارة علشان نوفر وقود؟ أي معلومة مكتوبة في كتاب أي طيارة بيكون بناء على شروط معينة، فمثلا الميج 17 علشان توصل مدى 2000 كيلو ده بيكون على ارتفاع عالي جدا ومعها خزانات وقود احتياطية وبدون حمولة ذخيرة. طب احنا بعد 67 كان شغلنا كله على ارتفاع منخفض جدا جدا عشان تفادي ان رادارات العدو تكشفنا، وعايزين اقصى حمولة قنابل ممكنة، فقررنا ان احنا نطير على ارتفاعات اقل من 30 متر، ومعنى كده استهلاك وقود عالي جدا، وكمان شلنا الخزانات الإضافية وحطينا صواريخ حرة علشان نزود حمولة التسليح، وبكده مدى الطيارة بقى قليل جدا. وزي ما قلنا في كل فيديوهاتنا عن حرب الاستنزاف ان كل ده افكار نابعة من مبدأ واحد، الشغل باللي عندنا وتحت ايدنا، فكان لازم نخلي الطيارة توصل لأقصى قدرات ممكن تتعامل بيها. ورغم ان بنتكلم على طيارات قديمة وبطيئة، لكن تخيلوا كده ان الطيار المصري شريف عرب يوم 8 اكتوبر قدر يوقع طيارة فانتوم بالميك 17. وفي مقارنة بسيطة بين الميك 17 والفانتوم، ان لغة الارقام تقول ان الفانتوم تتفوق على الميك 17 ل14 ضعف، سواء في المدى او التسليح. اقرب تشبيه نبسط بيه الموضوع هو سباق بين عربية زيستافا وفيراري، وطبعا الفانتوم هي الفيراري. ده مثال يقدر يوضح لك الفرق بين الاثنين. وخلال الاستنزاف في اكتوبر قدرت اسراب الميك 17 المصرية تقوم بالمهام المكلفة بيها طبقا للامكانيات المتاحة للطيارة، وكان عندنا سرب ميك 17 في سوريا بقيادة البطل فكر الجندي، واللي ليه سلسلة فيديوهات عندنا في قناة المجموعة 73 مؤرخين. استخدام الميك 17 في الاستنزاف في اكتوبر ضد صواريخ هوك الإسرائيلية اللي هي أقوى صواريخ دفاع جوي في العالم في التوقيت ده، هو أبلغ دليل على مقولة الشطرة تغزل برجل حمار، وإحنا خلينا الميك 17 تغزل وتحقق إصابات مؤثرة جداً، توصل لدرجة أنه خلال حرب الاستنزاف أسراب الميك 17 ما خسرتش أي طيار بسبب صواريخ هوك. رحم الله شهداء أسراب الميك 17 في مصر وفي سوريا خلال الاستنزاف في أكتوبر. سخوي 7، المقاتلة القصفة، والمعروفة لدى الطيارين المصريين بأنها النعش الطائر، لعدد الشهداء الكبير جدا اللي استشهدوا فيها. وصلت مصر سنة 66 كمقاتلة قصفة عشان تحل محل الميك 17، لكن الطيارين المصريين وجدوا أنها صوت على الفاضي، طائرة بمحرك رهيب وقوة دفع جبارة على الفاضي، حمولة قليلة جدا مقارنة بحجم الطيارة، وفي نفس الوقت وزي كل الطيارات السوفيتية اللي عندنا المدى قليل، يعني لا حمولة ولا مدى. ومش كده بس، لأ، المناورة كمان وحشة جدا، خلت القيادة المصرية بعد 67 ما تطلبش منها شحنات إضافية لتعويض خسائر حرب 67، لكن السوفييت أصروا على تصدير أعداد جديدة من السخوي 7 من طراز PMK، وصل ل 185 طيارة بحجة عدم وجود بديل عندهم في الوقت ده. طبعا إحنا ما كانش عندنا بديل غير قبول الواقع المر بوجود السخوي 7 في لواء مقاتلات قصفة زي لواء الميك 17. وفي 71 بعت لنا السوفييت عدد من السخوي 17 كتطوير للسخوي 7، واللي رفضها الطيارين المصريين فورا لسوء مناورتها وعدم جدواها. وفعلا بعد 3 شهور بس خرجت السخوي 17 من الخدمة في مصر، وتقدر تشوفها في متحف القوات الجوية في ألمازة في القاهرة.
الخلاصة إن السخوي 7 زي الماك 17، حمولة قليلة، مدى قصير، مناورة ضعيفة مقارنة باللي عند إسرائيل سواء ميراج أو سكاي هوك أو فانتوم، اللي بتقوم بنفس الدور كمقاتلات قصفة كانت بتتفوق على السخوي 7 في أقل تقدير 7-1. وفي فيديوهات قناة المجموعة 73 مؤرخين هتلاقوا أبطال السخوي بتتكلم عن الطيارة وأدائها ومشاكلها. فضلت السخوي 7 في الخدمة لحد أواخر السبعينات في مصر، لحد ما خرجت من الخدمة كليا مع دخول الفانتوم للخدمة في مصر. المقاتلة الميج 21 الغالية، مقاتلة الصف الأول للقوات الجوية المصرية، كانت القوة الرئيسية للمقاتلات المصرية وبأعداد محترمة. وعلى قناة المجموعة 73 هتلاقوا فيديو تفصيلي عن الميج 21 باسم الغالية، آخر طيارة مصرية ضربت النار على إسرائيل. في 73 كان في 3 لواءات ميج 21 من 8 أسراب، 6 منهم كان للاعتراض الجوي والقتال، وسربين لمهام القصف الأرضي. وكان أداء الميج 21 بأنواعها اللي عندنا عظيم جدا في القتال الجوي، وأدت أكتر من المطلوب منها رغم التفوق التكنولوجي الإسرائيلي على اللي عندنا من الميج 21، إلا أن بفضل الله ومهارة الطيارين المصريين قدرنا نعمل بها المطلوب وزيادة. وأبلغ دليل على كده هي معركة المنصورة الجوية، وهي مبارزة فردية بين الطيران المصري والإسرائيلي في سماء الدلتا، واللي انتهت بخسارة 17 طيارة إسرائيلية مقابل 6 مصرية، منهم 4 لنفاذ الوقود. الميج 21 ظلت في مصر لحد 2017 تقريبا، وهي الطيارة اللي وصلت مصر سنة 62. لمزيد من التفاصيل يرجى مشاهدة فيديو الغالية، هتلاقوها في وصف الفيديو. السخوي 20 أقوى الطائرات المصرية خلال حرب أكتوبر، وهي مقاتلة قصفة، وعملنا ليها فيديو مستقل لأن تاريخها قصير جدا في مصر خلال حرب أكتوبر، وتم إساءة استخدامها لدرجة أنها قامت بطلعتين أو 3 بس في الحرب كلها. وبعد الحرب تم إرسال أعداد منها لألمانيا الغربية والصين لدراستهم، وخرجت من الخدمة بسرعة الصاروخ في مصر. كانت السخوي 20 أو زي ما بيتقال عليها في بعض المواقع سخوي 17M نقلة محترمة جدا من السخوي 7، وخصوصا بعد رفض الطيارين المصريين نسخة سخوي 17 لمشاكلها وعيوبها وقلة حمولتها. فتم إرسال السخوي 20 لمصر بعد فترة قصيرة جدا من رفض السخوي 17، والجميع انبهر بقوة السخوي 20 سواء كمحرك أو حمولة أو مدى، وتقدر تقول إنها كانت الطيارة اللي مصر محتاجها من 67، لأنها تقدر تضرب العمق الإسرائيلي بحمولة كويسة جدا، ونظرا لأنها وصلت مصر مع أوائل 73 وبعدد سرب واحد بس. فتم وضعها كاحتياطي القيادة العامة. يعني إيه احتياطي قيادة عامة؟ يعني السرب لا يتحرك إلا بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة اللي هو الفريق أول أحمد إسماعيل، مش بتعليمات من قائد القوات الجوية. وده كان يوضح لنا أن القيادة عارفة أن الطيارات لها إمكانيات جامدة جدا، وكان مخطط لها أنها تضرب مطار النقب في الضربة الجوية الأولى، لكن المهمة اتلغت للسرب. والتفاصيل زيادة هتلاقوا رابط فيديو خاص جدا ودسم جدا عن السخوي 20 في وصف الفيديو. الميراج 5، دخول الميراج 5 للخدمة في القوات الجوية المصرية دي قصة لوحدها، وهنعمل لها فيديو تفصيلي بإذن الله. حكالنا المرحوم اللواء محمد عكاشة الأب الروحي للمجموعة 73 وقائد تاني سرب الميراج في حرب أكتوبر، بعد ثورة الفاتح من سبتمبر في ليبيا سنة 1969 وتولي القذافي المقاليد الحكم، بدأ في تعزيز القدرات العسكرية الليبية لتكوين جيش ليبي وطني. بدأ المفاوضات مع فرنسا لشراء كميات كبيرة من الأسلحة الفرنسية المتقدمة. كان حلمه يكون جيش ليبي قوي مزود بأسلحة متقدمة، وخاصة في القوات الجوية. وكان أكبر اتفاقية بين ليبيا وفرنسا هي الاتفاق على تزويد ليبيا بأكثر من 50 طيارة مقاتلة قصفة من نوع ميراج 5 الفرنسية الشهيرة والمعروفة بقوتها وتقدمها وقوة مناورتها الجوية، وهي بالطبع موجودة في سلاح الجو الإسرائيلي. واللي قام بالصفقة وقتها طيار مصري بعته الزعيم جمال عبد الناصر مع مجموعة طيارين مصريين تانيين لمساعدة ليبيا في التعاقد والتوقيع على الصفقة، عشان ما فيش كوادر ليبية وقتها للتعامل مع الحاجات دي. وكان السبب الرئيسي لظهور الطيارين المصريين على طيارات الميراج الليبية
بأن في الوقت ده وصل 20 طيار من الأطقم المصرية من أطقم المقاتلات القصف المصرية الميك 17 والسخوي 7 لفرنسا بأوراق سفر ليبية علشان يتم تدريبهم على الميراج الليبي على أنهم طيارين من ليبيا مش مصريين. وباقي طيارين مصر تم تدريبهم بعد كده في ليبيا بمدربين فرنسويين. وسافر الفوج الأول من الطيارين المصريين لفرنسا في أواخر سنة 71، أما باقي الطيارين فسافروا ليبيا سنة 72. وبشكل واضح الليبيين ما كانش عندهم طيارين بأعداد كافية للطيران بالميراج الجديدة. الطريف هنا أن الفرنسيين اكتشفوا على طول أن اللي بيتمرن معاهم مش طيارين ليبيين، لأنه معروف أن ليبيا وقتها ما كانش فيها طيارين عاملين ساعات طيران عالية، والفرنسيين اكتشفوا أن اللي بيتدرب معاهم طيارين تقال، كل واحد فيهم على الأقل معاه 1000 ساعة طيران. وبدأت الحوارات الجانبية بين الطيارين وتقال لطيارينا: احنا عارفين انكم مصريين مش ليبيين، وهنديكم كل ما عندنا في كتاب الطيارة وبره كتاب الطيارة كمان. وصلت الميراج 5 لمطار طنطا في مايو 1973 على انها سرب ميك 19، سواء في الاتصالات الهاتفية او الورق فالمفروض ان السرب 69 اللي تشكل جديد ولعوامل السرية والمفاجأة يتقال عليه ميك 19 مش ميراج. لكن في نفس اليوم أزاحت الإذاعة الإسرائيلية النطق بالعربية رسالة واضحة: مرحبا بسرب الميراج في مطار طنطا. وزي سخوي 20 تم وضع السرب 69 تحت القيادة المباشرة للقيادة العامة كاحتياطي، يعني لا يتحرك إلا بأوامر قيادة. كان التخطيط أن سرب الميراج هيشارك في الضربة الجوية بضرب مطار حتسور وحتسريم في العمق الإسرائيلي، لكن فجأة وزيه زي سرب السخوي 20 بالظبط المهمة اتلغت، وفضلت الميراج على الأرض بدون أي مهام فعلية إلا طلعات استطلاع قليلة رغم إمكانيات الطيارة الكبيرة، لغاية يوم 18 أكتوبر لما صدرت لها الأوامر بضرب مطار العريش، وهي المهمة اللي فشلت وخسرنا 4 طيارات قبل ما توصل لمطار العريش لرصدها من المظلات الجوية الإسرائيلية لحماية المطار اللي بيستخدم لحماية الجسر الجوي الأمريكي. وفي الثغرة شاركت الميراج في طلعات مكثفة وخسرنا طيارات قليلة، لكن كانت المشكلة أن القيادة استخدمت الميراج زيها زي أي طيار عندنا، وسابت كل إمكانياتها في المدى والحمولة لعمل هجمات ضد عمق العدو. الطريف أن يوم 9 أكتوبر 73 القذافي بعت طيارين من ليبيا علشان يسحب الطيارات اللي عندنا، علشان هو زعل أن الحرب ابتدت بدون علمه وبدون استشارته. وطبعا كان موقف مؤسف، لكن بعدها بأيام القذافي بعت السرب الوحيد في ليبيا من طائرات الميراج عشان ينضم للمعركة مع مصر وتمركز في مطار جناكليس، ولكن نظرا ان الطائرين كانوا ذو خبرة قليلة جدا القيادة المصرية ما دفعتش بيهم في الاشتباكات، وبعد الحرب ما خلصت سحبت ليبيا كل طائراتها الميراج وفضلت مصر بدون طائرات ميراج. حتى الصفقة السعودي الإماراتي سنة 1975 واللي فلت طياراتها في مصر واتطورت كذا مرة لحد سنة 2020. على موقعنا الرسمي هتلاقوا موضوعات كتير وصور نادرة عن الميراج 5 المصري ومكتوبة من مصدرها الأصلي. المحصلة أن القوات الجوية المصرية دخلت حرب أكتوبر بطيارات ضعيفة في كل شيء، ورغم ان السوفييت كان عندهم الميك 23 المقاتله والسوهوي 15 كمثال لطائرات مطوره عن اللي عندنا في الفتره دي، لكن السوفييت رفضوا يقولوا لنا على الطائرات اللي عندهم الا في وقت متاخر. فدخلت الميك 23 الخدمه بعد حرب اكتوبر على طول، وخرجت بعدها بسنه او اتنين لسوء حالتها وتوقف امداد قطع الغيار بعد القطيعه المصريه السوفيتيه بعد حرب اكتوبر. والسوهوي 20 والميراج 5 اللي كانوا المفروض متعادلين رقميا ونظريا مع الفانتوم والميراج الإسرائيلي تم الاحتفاظ بيهم وما دخلوش الحرب فعليا إلا في حالات نادرة وفي مهام مش بتاعتهم. أما اللي حارب عندنا زي السخوي 7 والميك 17 والميك 21 فكفاية جدا نقول إن الطيارين المصريين أبطال، إنهم دخلوا حرب قدام الفانتوم والنيشر اللي هي ميراج 5 وسكاي هوك باللي معانا. مش كده وبس، لدى قدرنا نعمل ضربات مؤثرة ونتائج رائعة سواء في القصف الجوي أو الاعتراض الجوي. وزي ما بدأنا الفيديو بذكر الطيران العراقي المشارك معانا بطائرات هوكر هانتر، فمن الإنصاف أن نقول أن الطيارين العراقيين
ما كانوش أقل من زمايلهم المصريين في التضحية والفداء والقتال بكل ذراوة. فلو قلنا إن حرب أكتوبر في الجزء الجوي كانت عبارة عن طيران متخلف تكنولوجياً وكماً وكيفاً بيحارب طيران ليه خبرة عالية وطيارين من كافة أنحاء العالم وحنفية الإمدادات مفتوحة له من أمريكا وحلف الأطلنطي، وفي حلقة جاية هنكمل القوات الجوية المصرية ونركز على القاذفات والهليكوبتر وطائرات النقل عشان يكون قدامكم وجبة دسمة لكل الطيارات المصرية المشاركة في حرب أكتوبر. الجزء الثاني اللي هنتكلم فيه عن القاذفات وطائرات النقل والهليكوبتر. في الجزء الأول من وثائق المجموعة 73 مؤرخين عن الطائرات المصرية المشاركة في حرب أكتوبر اتكلمنا عن المقاتلات والمقاتلات القصفة بالتفصيل. أما في الجزء ده هنتكلم عن طيارات مظلومة إعلامياً، مع إن دورها لا يقل أهمية عن المقاتلات والمقاتلات القصفة. هنتكلم عن طيارات النقل والهليكوبتر والقاذفات اللي كانت موجودة عند مصر وقت حرب أكتوبر ودور كل نوع منها في الحرب، وغالباً هتتفاجئوا بأنواع أول مرة تسمعوا عنها وعن دورها في الحرب. نبدأ بطيارات النقل. أول نوع هو اليوشين 14، وهي طيارة نقل أفراد عسكري. أول طيران ليها كان سنة 1950، وتصنع منها حوالي 1400 طيارة، ووصلت مصر مع صفقات السلاح السوفيتية بدءا من سنة 1957، وشاركت في نقل القوات المصرية لليمن خلال حرب اليمن وللأردن قبل نكسة 67، وطبعا كان لها دور في نقل القوات المصرية من وإلى سوريا في وقت الوحدة، واستخدمناها كمان في الإسقاط المظلي لقوات المظلات علشان هي تقدر تشيل في حدود 40 مظلي. استلمت مصر حوالي 70 طيارة من سنة 57، ووقت حرب أكتوبر كان متواجد حوالي 26 طيارة في الخدمة، وكان دورها مقتصر على نقل القادة والأفراد في الخطوط الخلفية، لكن ما كانش ليها أي دور في الخطوط الأمامية عشان هي مش مسلحة ومش دورها القتال أو الدخول في معارك. النوع الثاني الطيارة أنتونوف 12، وهي طيارة نقل عتاد وأفراد عسكري مسلحة بمدفعين 23 ملي في الديل للدفاع الذاتي عن نفسها. وصل مصر حوالي 22 طيارة منها، واستخدمت لنقل القوات والعتاد العسكري في مسارح العمليات سواء في اليمن أو الأردن أو دعم ثورة العراق وقت الرئيس عبد الكريم قاسم، وهي تقدر تشيل في حدود 90 مظلي أو حمولة تصل ل 20 طن، وكمان في إمكانية أنها تشيل عربيتين مدرعتين. وكان دورها في النقل خلال حرب أكتوبر منحصر في إحضار الإمدادات من روسيا وأوروبا الشرقية أثناء الحرب كجزء من الدعم الجوي السوفيتي لمصر وسوريا، وكمان عن طريقها كنا بنبعت أجزاء من الغنائم الإسرائيلية اللي استحوذنا عليها للاتحاد السوفيتي لغرض دراستها من السوفيت. فضلت الأنتونوف 12 في مصر لحد أول الثمانينات. لما حلت إرسي 130 الأمريكية محلها كطائرة النقل الرئيسية في مصر. الجزء الثاني طيارات الهليكوبتر. وللمفاجأة للجميع كان عندنا أربع أنواع هليكوبتر شغالة في مصر خلال فترة حرب أكتوبر. النوع الأول كانت مي واحد، وهي طيارة صغيرة مخصصة لنقل كبار الشخصيات، وهي النوع اللي ظهر في فيلم إسماعيل ياسين في الطيران، وهي طيارة هليكوبتر خفيفة من إنتاج 1948، ومش معروف العدد اللي كان متواجد في مصر خلال حرب أكتوبر، واقتصر استخدامها على نقل كبار الشخصيات والقادة، وخرجت من الخدمة بعد حرب أكتوبر لما وصل مصر طائرات هليكوبتر غربية سواء إنجليزي أو أمريكي. النوع الثاني الطائرة السوفيتية مي 4، وهي النسخة السوفيتية المطابقة تقريبا للهليكوبتر الأمريكية السيكورسكي اتش 19 شيكاسو. المي 4 دخلت الخدمة سنة 1949 في الاتحاد السوفيتي، ووصلت مصر في نص الستينات، وتم استخدامها في اليمن في إبرار القوات ونقل القادة أو أعمال الإخلاء،
وهي تقدر تشيل في حدود من 8 ل 11 جندي. وخلال حرب اكتوبر غير معروف العدد اللي كان موجود ساعتها ولا معروف تاريخها القتالي تحديدا، لكن نعرف انه تم استخدام الاعداد القليله المتواجده منها في اعمال الاستطلاع البحري ومكافحه الغواصات. ولو تحب تشوفها على الطبيعه هتلاقي منها نسخه في متحف القوات الجويه في ألمازة. النوع الثالث هي الهليكوبتر مي 6، وهي أكبر هليكوبتر في العالم في التوقيت ده. وصلت مصر ضمن صفقات الأسلحة السوفيتية من أول الستينات، وكانت بتستخدم في النقل الثقيل للعربات والمدافع لأن حمولتها بتوصل ل 12 طن، وده رقم كبير جدا في عالم المروحيات في الوقت ده. مفيش مصادر مؤكدة عن العدد الموجود في الخدمة بالقوات الجوية خلال حرب أكتوبر أو دورها تحديدا خلال الحرب، لكن علشان حجمها الكبير وسهولة إسقاطها في أي اشتباك جوي فهي ما شاركتش في أي عملية إبرار أو نقل قوات. ولو تحب تشوفها على الطبيعة هتلاقي منها نسخة في متحف القوات الجوية في ألمازة، وتقدر تدخلها كمان من جوه. أما النوع الأخير من الهليكوبترات اللي كانت موجودة في مصر خلال حرب أكتوبر وهي أكتر نوع تم استخدامه فهي المي 8، وهي هليكوبتر النقل الخفيف والمسلحة كمان. وصلت مصر في أواخر الستينات وتم إنتاج أكتر من 17 ألف طيارة منها، وما زالت في الخدمة في مصر وعشرات الدول حوالين العالم، وشاركت في الحرب الروسية الأوكرانية لحد سنة 2023. وصولها مصر سنة 69 كان نقلة نوعية كبيرة جدا للفكر العسكري المصري لسهولة استخدامها وسرعتها وكفاءتها، وده خلاها الهليكوبتر الأولى في القوات الجوية المصرية للاستخدام في كل المجالات، سواء الاستطلاع أو إخلاء الجرحى أو نقل القوات أو نقل العتاد والإمدادات. وكمان استخدمتها القوات الجوية المصرية في أعمال قتالية هجومية، سواء لما تزودت بصواريخ حرة جو أرض أو قنابل حرة أو براميل نابالم، وده اللي حصل فعلا خلال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر. وطبقا لأرشيف المجموعة 73 مؤرخين، فالبطل الراحل اللواء أحمد رجاء عطية مؤسس الثلاث سبعات كان له فكرة أن المي 8 تبقى أول هليكوبتر مضادة للدبابات في العالم، بعد ما يتم تعديل بسيط عليها لحمل صواريخ ساجر المضادة للدبابات. وبالفعل تم عمل تجارب على الطيارة ولكن تم رفض الفكرة، اللي لو كانت اتنفذت كانت المي 8 المصرية هتبقى أول طيارة هليكوبتر مضادة للدبابات في العالم، وده قبل الأباتشي والمي 124 والكاموف واللي طلعوا بعد كده. ولحد دلوقتي ما نعرفش ليه القيادة المصرية وقتها رفضت فكرة البطل أحمد رجائي، ومفيش أي مصادر موثقة عن سبب الرفض. الطيارين المصريين برعوا في استخدام الطيارة بدرجة أذهلت الخبراء السوفييت نفسهم، وخصوصا في الطيران الليلي بدون أجهزة رؤية ليلية، لدرجة أن الطيار أحمد لطفي، وزي ما هو متسجل في قناة المجموعة بالصوت والصورة، قدر يسقط طيارة فانتوم إسرائيلية خلال الإبرار يوم 6 أكتوبر 73 في وقعة فريدة جدا وفيها توفيق كبير جدا من الله عز وجل. المي 8 كمان هي الطيارة اللي قامت بعمليات إبرار قوات الصاعقة مساء 6 أكتوبر بدون حماية من المقاتلات، وخسرنا طيارات كتير منها وشهداء كتير. وخلال حصار الجيش الثالث حاول عدد من الطيارات إمداد الجيش الثالث جوا في عمليات انتحارية، واستشهد لنا كتير من الطيارين والملاحين. وعلى قناة المجموعة 73 مؤرخين هتلاقوا عشرات الفيديوهات لأبطال الهليكوبتر، سواء طيارين أو ملاحين، من اللي شاركوا في عمليات قتالية في حرب الاستنزاف أو حرب أكتوبر بواسطة الهليكوبتر مي 8. وبرضه هتلاقوا نسخة في متحف القوات الجوية لو تحبوا تتعرفوا على الطيارة أكتر. وبعد ما استعرضنا طيارات النقل والهليكوبتر المصرية الموجودة في الحرب، نوصل للقاذفات المصرية، سواء المتوسطة أو التقيلة، وهم نوعين بس وقتها. النوع الأول اليوشين 28، وهي قذفة قنابل متوسطة حمولتها 3 طن من القنابل. وكمعلومة إضافية نحب نقول لكم إن الرقم ده هو نص حمولة الفانتوم من القنابل اللي كانت بتوصل ل7 طن. اليوشين 28 مسلحة بأربع مدافع للدفاع الذاتي، 2 في المقدمة و2 في ديل الطيارة
أول طيران للقاذفة ليوشين 28 كان سنة 1948، وتم بناء أكثر من 6000 طيارة لحد سنة 1980. وفي قناة المجموعة 73 مؤرخين فيديو مخصص عن تاريخ القاذفة، وهتلاقوا الرابط في مربع الوصف تحت الفيديو. استلمت مصر حوالي 70 قاذفة من اليوشين 28 بعد العدوان الثلاثي على مصر. وخلال الهجوم الجوي على مصر في 5 يونيو 67 كانت القاذفات دي ضمن أولوية الأهداف الإسرائيلية لاختراقها على إسرائيل، وبالفعل وللأسف تم تدمير عدد كبير منها على الأرض. استخدمت مصر اليوشين 28 في أعمال الاستطلاع الجوي على إسرائيل قبل يونيو 67 من ارتفاع عالي، وما كانش عند إسرائيل وقتها الطيارة أو الصاروخ اللي يقدر يسقط الطيارة على الارتفاع ده، وبرضه تم استخدامها بكثرة في حرب اليمن، وفترات محسوبة خلال حرب الاستنزاف في هجمات ضد مواقع تمركز القوات الإسرائيلية. والجدير بالذكر إن بعد هزيمة يونيو 67 واندلاع حرب بيافرا في نيجيريا، بعتت مصر 4 طيارات لدعم الحكومة النيجيرية، وساعدت الحكومة النيجيرية في وقف تقدم قوات الانفصاليين المدعومين من إسرائيل. وبرضو على قناة المجموعة فيديو خاص عن حرب بيافرا والدور المصري الجوي في الحرب دي. أما في حرب أكتوبر، قام التشكيل المتبقي من اليوشين 28 بهجوم جوي وحيد في افتتاحية حرب أكتوبر، بضرب موقع خط بارليف الحصين الوحيد اللي ما سقطش خلال الحرب، والمسمى بحصن بودابست على البحر المتوسط. أما آخر الطيارات المصرية المشاركة في الفيديو ومسك الختام هي القاذفة الاستراتيجية بعيدة المدى TU-16. ولما نقول بعيدة المدى واستراتيجية فده طبعا طبقا لتعريفات أوائل الخمسينات والستينات مش الوقت الحالي، فهي قاذفة متصممة عشان تكون حاملة لصواريخ نووية. أول طيران ليها كان سنة 1952 كقاذفة نووية سوفيتية، ووصلت مصر سنة 1962. ولما نتكلم عن التيو 16 لازم نركز كويس ان مصر امتلكت نوعين مختلفين من القاذفة تيو 16. النوع الاول هي قاذفة القنابل التقليدية واللي بتظهر في لقطات حرب اكتوبر المعتادة، وبتشيل حوالي 9 طن من القنابل المختلفة. النوع الثاني هي حاملة الصواريخ KS-11-16، ودي مش بتحمل قنابل لكن بتحمل صاروخين تحت الاجنحة، حجم الواحد فيهم زي حجم الطيارة ميك 15. وفي نوع ثالث للاستطلاع البحري والإلكتروني استخدموا السوفييت أثناء وجودهم في مصر ضمن القوات الصديقة من سنة 1970 لحد خروجهم سنة 72. وكان السوفييت بيستخدموا نسخ الاستطلاع البحري دي بعد دهنها بالأعلام المصرية لاستطلاع شرق ووسط البحر المتوسط واستطلاع تحركات الأسطول السادس الأمريكي لحسابهم الخاص. تاريخ القاذفات تيو 16 المصرية يبدأ من سنة 1962 لما انضم لمصر الطرازين، طراز قاذفة قنابل وطراز حامل الصواريخ في لواء قاذفات تحت قيادة العقيد محمد حسني مبارك. وخلال الضربة الجوية الإسرائيلية في 5 يونيو 67 تم تدمير أغلب القاذفات على الأرض في مطار بني سويف والأقصر. والمتابعين لقصص ومعلومات حرب أكتوبر نفتكر تصريحات السادات للسوفييت انه في حاجة ملحة للطائرات الصاروخية لتهديد العمق الاسرائيلي، وكان هنا يقصد الطائرات تيو 16 حاملة الصواريخ. وكرد السوفييت في الاول ان الطائرات جاهزة وهيبعتوها مصر اول ما الحرب تبدأ على طول، وده اللي رفضوا السادات بشدة لحد ما تنازل السوفييت عن شرطهم الغريب ده. وخلال فترة الاستعداد لحرب اكتوبر تم تحديث اسطول القاذفات تيو 16 المصرية بانضمام طائرات تحمل صواريخ افضل وأحدث من اللي تم تدميرهم في يونيو 67، ونشط جدا تدريب لواء القاذفات تيو 16 سواء السرب حامل الصواريخ KS أو السرب قاذف القنابل، وكان تدريب عنيف جدا، والطيارين المصريين برعوا في استيعاب التكنولوجيا الروسية اللي كانت جديدة علينا خصوصا في الطراز KS. ونالت القاذفة تيو 16
شرف إنها تكون الطيارة اللي تطلق أول طلقة في حرب أكتوبر إذاناً ببدء الحرب، وكان ده قبل الضربة الجوية بعشر دقايق لما ضرب بالمرحوم اللي هو طيار أحمد صادق الجواهرجي من طيارته صاروخين، وفي نفس التوقيت زميله المرحوم طيار محمود طموم ضرب صاروخين برضه تجاه مركز القيادة الإسرائيلي في أم مرجم علشان يتساوى بالرصيف ويتم تدميره بعد إصابة الصواريخ الأربعة للهدف بدقة على مسافة 160 كيلو. وطبعا دي قصة مهمة جدا أبرزناها في فيلم أبابيل عن حقيقة الضربة الجوية عشان الكل يعرف دور القاذفات في افتتاحية حرب أكتوبر. القاذفات النهاردة هي اللي أطلقت أول طلقة في الحرب وكتبت أهم سطر في تاريخ مصر. وخلال أيام الحرب هجمت القاذفات تيو 16 حاملة القنابل أهداف في عمق سيناء، وسرب القاذفات حاملة الصواريخ كان بيضرب بشكل شبه يومي الأهداف الإسرائيلية البعيدة عن مدى الطيران المصري المقاتل. وكان وجود التيو 16 حاملة الصواريخ في مصر أهم دعائم جملة السادات العين بالعين والعمق بالعمق، وده لما تأكد من جاهزية السرب المصري لتحقيق مهامه بنجاح. وخلال فترة الثغرة هجمت التيو 16 مناطق تجمعات المدرعات الإسرائيلية وحققت فيها خسائر كبيرة في هجمات شبه فدائية وسط المقاتلات الإسرائيلية المسيطرة على سماء المعركة بعد الجسر الجوي الأمريكي الرهيب لاستعواض خسائرهم في الطيارات أول أسابيع الحرب. وفضلت التيو 16 في مصر لحد ما خرجت من الخدمة سنة 1991. واللي بيسأل ليه مصر مش عندها قاذفات دلوقتي، نقوله إن عصر القاذفات التقيلة البطيئة انتهى، والدول اللي عندها قاذفات تقيلة هي الدول اللي تقدر تخلي طيرانها يعمل سيطرة جوية على سماء المعركة عشان تدخل القاذفات دي سماء المعركة في أمان زي ما أمريكا بتعمل. حتى روسيا في حرب أوكرانيا ما قدرتش تدخل القاذفات سماء المعركة وفضلت خارج مدى الدفاع الجوي الأوكراني.